السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الناموس الكوني، هذه أشياء، وأن الله سبحانه وتعالى يعرف أن الإنسان ستسيل دموعه لما يقطع البصل، هذه أشياء لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. أن الله لا يخفى عليه أي حادث من الذرة، يعني من أشياء لا وجود لها، إلا الأشياء الكبيرة، يعني من اللا متناهي في الصغر إلى اللا متناهي في الكبر، كنسميه يعني لانفيني مون بيتي ولانفيني مون غران. أن الله سبحانه هذه أشياء يعلمها. والله يقول في محكمه: وما من ورقة، الله سبحانه يعني ورقة ساقطة من شجرة ميتة طيح الأرض إلا يعلمها. يعني هذه أشياء يجب أن إنها في الوصية ديال سيدنا لقمان لابنه: إن تك حبة من خردل، حبة خردل لا وزن لها، احنا جينا نوزنوا حبة الخردل، هذا الميزان ما عطانا والو، يعني لا وزن لها حبة الخردل هذه، إلا أو تكون في صخرة أو في ظلمات البر والحي لا يأتي بها الله، يعني أن الله يعلم هذه الأشياء بتدقيق جدا. فهذه الدموع هي إيجابية، هادشي اللي بغيت نقول، أن هاد الناس اللي كتسيل الدموع ديالهم من البصر هي جيدة، بالعكس هو يطهر العين ويغسلها، وهو ينشط هذه الإكسيتاسيون هذه ديال هاد الخلايا ديال الدموع. وان كنعرفوا بان العين ملي الدموع ديالها كتخرج كتخرج مع هذوك التعفنات، كتخرج مع هذه الاشياء كترمى. اذا البصل يعني من ديال السيدات يدوز الدموع ديالهم جيد، ماشي مشكل، غير المهم ما يبقاوش يحكوا فيهم، يعني يغسلوا بمدافي ولا شي حاجه ولا يمسحوهم ولا حاجه، جيد. لانه مطهر، البصل مطهر في مكونات سلفيدات كبريتيه، هذه التي تطهر وهي التي تسيل هذه الدموع، وهذه نفس المكونات هي نفسها هي التي تطهر جهاز التنفس العلوي، مثلا قضيه الكحه ولا التعفن ديال القصبة الهوائية ولا ديال الحنجرة، هذه البصل هو يزيل هذه الأشياء. تلاحظوا على أن الناس اللي عندهم مثلا كحة يحاولوا يعملوا واحد الكاس ديال البصل مع ماء دافئ، عصير البصل بالماء الدافئ يشربوه، يعني الكحبة ما تبقاش فيهم. هو كذلك جيد لأصحاب الربو والحساسية، هو من الأشياء التي كتنفس اللي كتزيل الحساسية أو تساعد هاد الناس هو البصل، يعني أنتي أليرجيك هو الشيح. والناس اللي عندهم بصل مثلا تلسعهم واحد البعوضة ولا يكون عندهم مثلا أكلوا سمك ولا شيء وخرجت فيهم ديك الحساسية، لازم يشربوا عصير البصل بكثرة. فعصير البصل هو يزيل هذه الأليرجينات ويزيل هذه الحالة ديال الحساسية ديال، حتى لما تخرج الحساسية على شكل حكة في الجلد أو أشياء هكذا. وكذلك ولذلك بحال الأطفال دابا اللي عندهم حساسية لازم الأمهات ديالهم يعملوا لهم هذا البصل مع زيت الزيتون، ويعني هو يساعد على هذه الأشياء. ثم أشياء أخرى هما لساعات الحشرات، لساعات الحشرات هي هذا البصل، يشرب البصل بكثرة. ثم كاين بعض الأطفال اللي كيمشيو للبادية، الغبار ملي كيشموا الغبار كيبداو يحكوا الجلد ديالهم وشي، يشربوا ماء بكثرة البصل، ولكن أثناء هذا الحكة ملي كتخرج فيهم والديهم يخليوهم تم تتفوتهم، يعني كاين الناس كيهربوا بالأطفال ديالهم يرجعوا للمدينة، كيبقى هذاك الحادث دائما يتكرر. إلا بقى في البادية حتى فاتوا تم كتسمى اللي كنسموا حنا سونسيبيليزاسيون، يعني الجسم صافي كيكون يعني مرتاح من هذاك الحادث ديال هذا الحساسية اللي كتخرج في الأطفال على هذا الشكل. البصل في مادة الفولاسين كذلك، وهذه مادة الفولاسين هي تقريبا نفس المفعول بحال الأنسولين بالنسبة لأصحاب السكري، ولذلك هاد الناس اللي كياخذوا مثلا أقراص ولا أنسولين ولا شي حاجة ماشي مشكل، الأدوية ديال المرأة كياخذوا، حنا ما كنتكلموش على الجانب الطبي لكن الجانب الغذائي، لأن الجانب الغذائي كيساعد، خاصو يكون مصاحب للعلاج. أن هاد الناس ديال السكري والارتفاع الضغط حتى الكل أصحاب الكوليسترول والأشخاص اللي عندهم حتى البروستات انتفاخ البروستات، لأن هاد فلافونويدات ديال البصل هما كيحدوا من القضية ديال البروستات. يعني الاتروفي هذه ملي كتكون البروستات منتفخه كتفش وكتنقص في الحجم ديالها. يتناولوا عصير البصل، الناس باقي ما كيتناولوش عصير البصل، صعب شويه، وليس هناك اي مشكل يضيف ليه فواكه او مثلا يضيفوا العسل اي شيء، يطحنوا معاه مثلا فواكه اخرى، فواكه ليمون ولا شيء، باش يستفد الجسم، ولا يعملوا معاه مثلا بعض الخضر الاخرى اللي غادا تغلب عليه ما يبقاش عنده، لانه هو لا هو ما حرم والو، عنده ديك المواد السلفيديه اللي كتخرج من النيف، ولكن ممكن الناس يشربوه باش يستفد الجسم منه فعلا. هذا اذا كانوا الناس يعملوه على شكل شراب، ما هي للاسف ان كنشوف ان النساء كيحضروا هذوك اللي صلاد فروي، هذا واحد الخليط ديال هذوك الفواكه كلها باش ياخذوها من وراء الاكل، مع الاسف ان اللي خاصو يتخاد من وراء الاكل هو البصل الطازج. لماذا؟ لان فيه الانزيمات، واقوى الانزيمات اللي موجودين هو كيهضم، ما داكشي الناس كياخذوا اللحم بحال المشوي ولا حاجه كياخذوا معاه البصل الطازج. لماذا؟ نعم هي 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 جيد، لماذا؟ لان البصل حامض، كيكون فيه حمضيات عضويه اللي كيزيدوا في حموضات المعده اللي كتهضم اللحوم،
فيه كذلك أنزيمات مثل الأوكسيدايز والدياستايز والكاتاليز. هذه الأنزيمات هذه هي تساعد المعدة، وهي أنزيمات كتعطي H2O2 هذه داخل الجسم، هذه اللي كيساعد على ليس على الهضم فقط، ولكن يساعد كذلك أو يحمي من تكون الحصى في المرارة. فالبصل كيحفظ الأشياء، وكان النساء مثلا اللي بغاو يحفظوا واحد الحاجة ولا يخزنوها تكون معها البصل، بحال ملي كيبغيو يرقدوا اللحم ويخليوه حتى مثلا اليوم الثاني عاد يطيبوه، يكون معه البصل يزيدوا شويه خل، يكون معه، لما ان البصل يقتل الجراثيم ولا يترك يعني هذيك الانتان، اللحم لا ينتنش ملي كيكون معه البصل. اكثر من ذلك، الى هيئوا عصير البصل ووضعوا فيه اللحم ممكن يبقى حتى اسبوع ولا اسبوعين، ما كاينش مشكل يعني ما يفسدش. نعم، لان البصل يحفظ هذه الاشياء، ولا يمكن للجراثيم ان تنمو على، سبحان الله، يعني هو الخضره الوحيده اللي الجراثيم لا تقربها يحفظ، الا الفطريات اللي كتفسد البصل. كاين ملي كيوصل واحد الوقت مع ليميديتي مع الرطوبه كاين واحد الفطريات كحلين كيشوفهم الناس اللون الاسود اللي كيخمجوا البصل، علاش؟ لان ما عندهم انزيمات اللي كيحلوا بها هذيك لاماتريس، واحد هذاك المركب ديال البيكتات مع السيلولوز اللي كيهيدروليز، يعني كيحلوهم وتتخمج البصله كتولي الماء ديالها دايز، اللي هي عليا الفساد والانتان كاين في جميع الخضر والفواكه، حتى الليمون كيلاحظوا الناس انك واحد الانتان ديال واحد الفطر ازرق ربما يغطي هذيك الليمونه كلها، هذيك البرتقاله كيغطيها كلها، فكل الخضر، ولكن البصل على الخصوص، خصوص بكتيريا لا يمكن ان تقرب البصل، وكاين الجراثيم المضره، لان الجراثيم ضاره، هذه كلها جراثيم ديال الحقول لا تضر، جراثيم ديال الحقل لا تضر، هي ديك فطريات الحقل، ولكن الفطريات الغذائيه التي تنبت اثناء التخزين هي فطريات يعني ربما تمثل او تفرز بعض السمنات لتوكسين لميكوتوكسين اللي كنسميو حنا مايكوتوكسينات اللي هي سرطانيه طبعا. فهذه الخضر ديال البصل هي خضر الحمد لله أنها ثابتة في التغذية، ويجب أن تكون في التغذية، ويجب أن تستهلك 3 أو 4 مرات في اليوم، ولكن يجب الاستهلاك ديالها باش يتنبهوا له الناس، ماشي يزوقوا به الطبق ولا يبنوا به، ولا سيكون استهلاك كبير وضخم. إذا دكتور ناخذ مكالمة في هذا اللقاء، أول المكالمات. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ الاسم عبد الرزاق مني من مدينه البروج. اهلا سي عبد الرزاق من البروج. شكرا لك، كنشكرك. اولا كنشكرك استاذه. استاذ، انا بعدا اول حاجه بغيت نقولها في حق الاستاذ الدكتور الفايد هو انه احنا كنفتخروا به، يعني بتواجد مثل هاد الاشخاص في المغرب ديالنا، كنفتخروا بك استاذ، يعني اشد الافتخار صراحه. خير الموضوع استاذ اللي هو البصل، بغيت نسولك لان كنت سمعت لك انا في واحد البرامج ديالك انه اولا عندنا على حساب الفصل، يعني قلتي خصنا نتناولوا الخضار وداك الشيء على حساب الفصل ديالها، يعني ما خصناش ناخذوها مثلا من الفريق ولا شي حاجه، على حساب هذا الوقت اللي عندنا دابا، عندنا البصله الخضاريه وعندنا البصله ديك الكركوبيه. يعني ما شكون هي اللي افيد الجسم استاذ، واش الخضاريه اللي في هذا الوقت هذا؟ واضافه لهذا، واش البصله يعني مطبوخه وطازجه اين هي اللي افيدتها هي الجسم بزاف بكثره؟ وبصفتي انا ممارس الرياضه ومدرب للرياضه، بغيت نسولك استاذ، البصل واش مفيد للرياضه ولا لا؟ لان قريت في واحد المجله واحد المره على بان الرياضيين الكبار كيتناولوا هذا البصل هذا وكيستافدوا منه، وبغيت ناخذ هذه المعلومات من عندك، يعني افيدوا اكثر ان شاء الله. بارك الله فيك. اذا شكرا لك سي عبد الرزاق، جزاكم الله خيرا. هذه منطقه البروج، منطقه بني مسكين، جنوب سطات، جنوب الغربي لمدينه سطات. هذه المناطق هي المنطقه اللي فيها السردي، باش نعطيو للناس فكره على المملكه، يعني هذه بلادنا طبعا، علاش نتكلموا على هذه الاشياء ونعطيو فكره على جغرافيه المغرب. غير كان وقع لهم واحد المشكل، انهم مابقاوش كيديروا الدجاج البلدي، ولاو عندهم واحد السنه ولات عندهم العقرب بكثره، لان الدجاج البلدي هو اللي كينقي هذا العقرب، هو اللي كياكلها، وهم اللي مابقاوش كيقرقوا هذا ولات بكثره عندهم، وهذا خلل، يعني خلل في خصهم يرجعوا للدجاج البلدي. نعم، للاكل وكذلك للبيئه. يعني نعم يا سيدي الكريم، تكلمنا على هاد العمال اللي كانوا كيبنيو الاهرامات. ليس هناك رياضه يعني غادي تكون تناهز بناء الاهرامات، ماشي اللعبه، يعني القوه تتطلب قوه كبيره جدا. والبصل من الاشياء اللي كتعطي الطونس، هي اللي ما كتخليش العضله تعيا بسرعه، بمعنى ان الرياضات اللي كتستغرق ساعه او ساعه ونص، بحال مثلا كره القدم ولا جميع الرياضات الاخرى اللي كتكون طويله، حتى العدو الريفي والاشياء اللي كتستغرق واحد الوقت طويل، هو كاين جوج المكونات اللي جيده، هما الكرفس
والبصل. والبصل يتكال هكذا ولا يتشرب، يتكال ولا يتشرب، ولكن ياخذوه الرياضيين ياخذوه بواحد نص ساعه ولا ساعه قبل ممارسه هذا الرياضه، نص ساعه ولا ربع ساعه، ويعني حتى الهضم ما كيكلفش كثير المعده لان ما فيش دسم ما فيش بروتينات. ويحاولوا الناس اللي كيمارسوا الرياضه يحاولوا يتناولوا اشياء طبيعيه احسن ما ياخذوا هذوك المقويات الاخرى، المقويات الاخرى اللي ربما تضر الجسم لان عندها عواقب جانبيه وعندها اشياء يعني خطيره. يعني البصل افضل؟ نعم اكيد اكيد، الناس ديال الرياضه حتى الفريق الوطني ملي بغي ياخذ مباراه ياخذ البصل، ما مشكل، احنا عندنا اشياء ديالنا يعني. ويا للاسف هذه الاشياء هذه نحن ننقل اشياء من الغرب، وحتى هذوك الناس اللي كيمارسوا التنس الان كياخذوا الموز، علاش؟ لان في امريكا وفي اوروبا كياخذوا الموز، وعندنا في المغرب، احنا عندنا في المغرب احسن من الموز اللاعب. نعم لانه ما كياخذوا الموز على البوتاسيوم، يعني الاطباء طبعا كيعرفوا هذا المشكل ديال البوتاسيوم، ولكن هذاك اللي كيمارس الرياضه خاص من بعد ما يكمل الرياضه خاصو يرجع الاملاح المعدنيه بسرعه، خاص واحد 0.1 ولا 0.5 ديال البروتينات لابد منها، لان خاص واحد شويه ديال الازوت، وخاصو يرد هذيك الاملاح اللي ضاعت، بمعنى هنا خاصو ياخذ سائل عصير اللي غادي يعطيه الاملاح بسرعه، وهذا السائل يقدر يكون غير عسل مع الماء، يقدر يكون رمان، يقدر يكون الهنديه، واحسن العصائر بالنسبه للرياضيين هي الهنديه، ماشي يعني ماشي الموز، ولكن حنا خدنا هذا المشكل المنقول هكذا، حيت اوروبا كتعطي الموز نحن نعطي الموز، والمغرب ليس فيه موز، يعني علينا عندنا موز ولكن ماشي بالطريقه اللي كاينه في هذه الدول هذه اللي عندها موز بكثره، ولا اللي عندها على الموز ما عندهاش الهنديه ما عندهاش فواكه اخرى. ها البصل يا اخي عنده موسم ديالو طويل، اطول موسم هو موسم البصل، وربما يمشي السنه كلها، ولكن كنلاحظوا على ان النساء كيبقاو يخضروا هذيك البصله كركوبه اللي حايله اللي مخزونه، كيبقاو يخضروا بها في شهر 11 و12، خصوص شهر 11 و12 واحد، لان كتكون هذيك الساعه كاينه البصله الحريف، لان الكركوبه كيغرسوها في الارض كتخرج الاوراق، يعني الشتاء الاولى كتخرج الاوراق، ملي كتخرج البصله الحريف هذه راه هي الخضاريه، اما هذه ديال دابا راه هي البصله الاصليه، هذه الخضاريه حنا كنسميوها عندنا في الشاويه على البصله الحريف اللي كيزرعوها الفلاحه في الشتاء الاولى، كتكون مزروعه هي، كتصب عليها الشتاء كتخرج الورقه، كيعاودوا يقلعوها من الارض وكتكال غير الورق، سبحان الله كتخرج كتولي بحال البورو بحال هذاك الكرات. كياكلوها هذيك دواء، هذيك الفلاحه كانوا كيعرفوها بانها دواء، علاش؟ لان كتكون في هذاك الفصل ديال البرد، وهذاك هو الفصل اللي محتاجين فيه الناس هذا البصل بالورق، لان الاوراق فيهم فلافونويات كتسخن الجسم وفيهم المكونات اللي كتعطي للجسم واحد الطاقه مباشره، يعني كيسخن الجسم كيتعرق. ثم من بعد شهر 11 وشهر 1 كتخرج البصله هذه اللي غرسوا، كتكون باقا صغيره ولكن كتكال، غادي تبقى ياكلوا فيها حتى الشهر 8 حتى جنيوة تتولي كركوبة، كيبقاو ياكلوا 9 و10 ما كاينش مشكل، ولكن في شهر 11 و12 و1 ما كتكونش البصلة، وكيلاحظوا على انها كتزاد تخنز، يعني كتعطي واحد رائحة كريهة، يعني كتخسر حتى الطبيخ. فيتفاداوا الناس هذه، وحتى الناس اللي كيخزنوا البصلة عليهم كيف ما كان الحال، نحن نريد ان يستفيد جميع الناس، هاد الناس اللي كيخزنوا البصلة حتى هما نعطيوهم طريقة تقنية، هذيك البصلة عوض ما يخزنوها يزرعوها في الارض باش مع الشتاء الاولى تعطي بصله بالاوراق وتتباع، لان كيكون الثمن ديالها مرتفع وهي كتكون نافعه اكثر، وما فيها باس الا تخزنت واحد زادوا واحد الشهر ولا شي حاجه يستهلكوه الناس، لا، ولكن كاين اللي حتى لشهر 2 و3 دابا كاين حتى لشهر 2 و3 باقي كياكلوا في البصله حيله. هذه نحن في المغرب خصنا تنظيم ديال هذه المنتوجات على طول السنه، ونعاودوا إعادة النظر في المنتوجات ديالنا باش نصرفوها أحسن وباش نستهلكوها أحسن وباش نضمنوها. نعم، السؤال الآخر قال لك بأن سي عبد الرزاق شنو الفرق، نعم شنو الأفضل، واش تكون طازجة أو طازجة أحسن؟ ناكلوها طازجة ولا خضرة؟ نعم، لا طازجة أحسن، لأن الطازجة كيكون في هذوك المواد الطيارة كتكون مازال كاينة، لأن ملي كطيب كتمشي المواد الطيارة. قناة نصائح وإرشادات مجانية. تلاحظوا انا ما كتبكيش ملي كطيب، لكن حنا الاغلبيه كنخضروا بها اللحم. نعم، والطازجه احسن، ممكن الناس ياكلوها سلطات ولا شيء، ممكن ياكلوا الناس بصل. الطازجه احسن علاش؟ لان كيكونوا فيها المكونات الطياره مازالين كاينين، وكيكونوا فيها الانزيمات. ولكن ملي كنطبخوها، ملي كتطبخ الانزيمات ما كيبقاوش، عندنا انزيمات والمواد الطياره كتمشي، ولكن الاشياء الاخرى مازال كاينه، يعني حتى الفلافونويدات والبوليفينولات ما كتلفهمش النار، كيكونوا مازالين كاينين، يعني الالياف المسائل هذه كلها. وعجيبه هذا البصل، عجيب لان المكونات هذه المكونات ديالو بالنسبه للجسم هي مكونات تقوي الجسم، تحفظ وتقوي، يعني وان الله سبحانه وتعالى عنده خلق متكامل كما اقول دائما متوازن، يكفي ان نتبع هذا الناموس الذي خلقه الله.